لما بنتكلم عن التسامح، نتكلم عن الإخاء، نتكلم عن المودة والأخوة، فشيء طبيعي جدا إن دولة الإمارات تبقى تاخد هذه المبادرة وتستضيف رموز الديانات في العالم. فده شيء طبيعي إن دولة الإمارات تستقبل على أرضها الطيبة هذا المؤتمر التاريخي العالمي الغير مسبوق، إذا كنت أنا يعني فاكر صح، الغير مسبوق. فشيء يتوج مفهوم التسامح الحقيقي وقبول الآخر والفرح به. الدولة فرحانة إن في مؤتمر زي ده، استعدادات على هبة الاستعداد لاستقبال المؤتمر، ترتيبات على أعلى مستوى. فده نتاج طبيعي للتسامح اللي احنا بنعيشه على أرض الدولة. أولا، دولة الإمارات أعلنت إن 2019 هو عام التسامح. دي لوحدها قيمة، إن بتشاور على الفضائل، إن إحنا يا جماعة عايشين على الأرض مع بعض، خلونا نحب بعض. فدي لوحدها رسالة. ما تتصوريش انعكاس ده على الناس بيبقى شكله إيه لما بيشوفوا إن الشيخ الأزهر بيقعد مع قداسة البابا، بيحسوا إن إحنا طب ما إحنا نعمل كده. فدي كرازة إن إحنا هم يعني كانوا رواد في هذا المجال، فكرة جديدة وكلنا محتاجينها في هذه الظروف، في هذا الوقت من العالم اللي فيه الحروب كلها في أماكن كتير ملتهبة ومشتعلة. الإمارات بتبقى منارة بتنور وبتشاور على السلام، بتشاور على التسامح. فطبعا دولة الإمارات كانت رائدة في هذا المجال، ويعني بتشاور دايما ان اساس الدين هو التسامح. طبعا انا بعتبر ان الزيارة دي تتويج او زي اكليل لروح تسامح دولة الامارات، يعني تتميز بيه عن كل دول العالم. فدعوة قائد كبير روحي مثل البابا فرانسيس رسالة بناء للعالم، ورسالة سلام، رسالة توحي بان مهما حصل من قوى الظلام إنها ممكن تفرق، ولكن السلام سيسود والتعايش في الحياة سيسود أكثر، والمجتمع هيغلب كل روح كراهية موجودة. وده يعني الرسالة دي، يعني مجرد الزيارة دي تحمل رسائل كتيرة جداً.